انا حمقني هذا البنات، ولكن عطوني الراي ديالكم، كيعجبني الغوج. شوفوا البنات، دوماج ما لقيتوش طويل، بغيتو طويل ولكن لقيت غير هكذا. عطوني الراي ديالكم، كيهمني بزاف. زوين زوين هذا البنات، حمقني، هذا عجبني بزاف. وسخون يا البنات، سخون سخون، هذا حمقني. شوفوا لي اللبسه ديالو كيفاش كتجي، كتجي واعره يا البنات. عرفتوا مونطوات راه ما تيخليوش العقل هنايا في البريمارك البنات. هذا عجبني بزاف والله الا زوين البنات، وكيجي طويل. وخديت لاطاي ديالي المره اللي فاتت، قلتوا لي اسماء راه لاطاي كبيره عليك. ما كاين هنايا في بري مارك بيجامات ديال الموبرا ديال تركيا اختي اليوم في البري مارك. شوفوا لي البنات، هي والبينوار ديالها، والبينوار ديالها طويل اختي، مجرجر حتى الارض. عرفتوا الناس عليهم ما نعاودش لكم. اصلا دابا البنات شوفوا هانتوما راه ما بقاوش واعرين. هذه في الباش، شوفوا خداتها السيده بالصحه والراحه اختي، بصحتك واعره. 3 بياس البنات بيجامات، اسرعوا البري مارك، راه بيجامات ديال الموبرا ديال تركيا. يمكنش تجي البري مارك وما تلقيش الجديد. شوفوا لي هاد البينوار هادو، جابوهم لكم في وقتهم مع هاد البرد هذا. الثمن ديالهم يا البنات رخيص، غير ب 12 اورو. عرفتوا حمقني هاد الموديل هذا، اول مره تلقاه هنايا في البري مارك. وكيجي اختي بالحزام ديالو وفيه جيوب البنات، شي حاجه واعره. اليوم البري مارك راه مطرطق بالهميزات. قلت لك اخر ما كاين في البيجامات ديال الحرير. شوفوا لي هذا الموديل هذا يا اختي، كيجي واعر في اللبسه. هذه راه حريريه البنات، ها هو اختي السروال ديالها، وكيجي عريض وشي حاجه واعره. عرفتوا البنات حمقوني لي بيجاما اليوم في البري مارك. انا ما لابسه حتى شي حاجه، عرفتوا خفيف يا البنات. هاد اللي بالغين هادو بحال الريشه، كاين اختي الكحل وكاين في هاد الباج هادو، والثمن ديالهم رخيص بالنسبه لهكا ليك ولا لميمتك ولا العقوسك يا اختي. انا عجبوني صراحه بالنسبه للميمات، زوينين وخفاف وكونفورتابل. اللي ما كيجيبوهم هنايا في بريمار كيطيروا البنات. هاد لي بوط هادو راه زوينين، وحتى الثمن ديالهم راه ما غاليش. كاين اختي في هاد المارو هذا، وكاين في هاد الكحل. بغات اختي تبرع بيجامات ما عليها غير بالبري مارك. عرفتوا موديل كينسيكم في موديل، وجابوا بزاف ديال الموديلات ديال تركيا. راه البنات راه تركيا ولات عندنا هنايا في البري مارك. عرفتوا هادو راه حمقوني، هاد الموديل كاين، هاد الموديل هذا وهاد الموديل هذا. السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اشخباركم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. قلت لي اسماء مرباني معانا، يلا لقيتوني البنات. خرجت من ليدل، صورت لكم في ليدل، وخرجت دابا غادي نمشي ان شاء الله للبري مارك، ندير لكم واحد الدويره في بري مارك. وغادي على واحد الحاجه مهمه، وشكرا لكم على التعليق زوين. انا غادي نقول لكم علاش راني غادا. وشوفوا لي اختي الريح اللي كاين اليوم البنات. عرفتوا واحد العاصفه جات في الليل، ما نعش البنات. الشجر، تصوروا الشجر طاح مع هذاك الصداع، ما قديتش البنات نعس الليل كامل. طاح واحد الشجرات حدانا في الدار حدايا. وشوفوا لي دابا الريح. وقبل ما ندخل لكم، قبل ما ندخل نصور لكم في ليدال، كان واحد الريح، وكانت الشتا يا البنات، الشتا واحد الريح. عرفتوا انا غير هوت من الطوموبيل وهو يديني داك الريح، عاد مشيت كنجري دخلت ليدال. دابا لقيتوني غنمشي للبريمار. شوف شوف الريح، شوف، لا حول ولا قوه الا بالله. خرجوا البنات غير للضروره، اللي عندها شي حاجه مهمه تخرج ليها، واللي ما عندها حتى شي حاجه مهمه تكمد وتقعد في واحد المانطا وتبرك. يلا البنات خليكم معايا، غادي نمشي ان شاء الله دابا للبري مارك، نضرب واحد الدوره وتشوفوا علاش غادا البري مارك. وشكرا لكم على التعاليق الزوينه اللي كتخلي لي دائما لهلا يخطيكم البنات. البنات وصلت للبري مارك، اول حاجه مشيت لليمونطو، نزيت اختي ليمونطو. هذاك البنات اللي كنتو قلتوا لي جاك زوين، بزاف ديال الاخوات خلاو لي تعليق على الغوز فاش كنت بارطاجيت معكم المره اللي فاتت، قالوا لي اسماء الغوز جاك زوين. وسولتوني شحال من المترو فيا، انا راه البنات شويه طويله، انا غنقول لكم شحال من المترو اختي فيا. بصراحه عجبوني هادو، انا غادي نقيسهم معكم، قولوا لي انتم الراي ديالكم. هذاك الغوز البنات بصراحه عجبني، ولكن لقيت غير القصر ديالو، ما لقيتش اختي الطويل. هذاك اللي كنت وريتكم المره اللي فاتت ما لقيتوش البنات. انا بصراحه عزني عليا هكا لي مونطو كيكونوا شويه هكذا طوال، فهمتوا البنات؟ ماشي عليا القصار بزاف، كاينين بزاف الموديلات قصار، ولكن هادو انا غنلبسو معكم. عطوني الراي ديالكم، انا حمقني هذا الاحمر هذا. البنات عطوني الراي ديالكم في هذا الحمامر هذا يا اختي، حمقني هذا الاحمر البنات، عجبني بزاف، ولكن شويه قصير. انا مو لابسه هنايا سورفيت، شويه قصير الاخوات، وزوين. انا عجبني صراحه الاحمر، تيحمقني الاحمر، كيجي مع الباج، كيجي مع الكحل. شو البنات انتم جا مع الباج، وكيجي حتى مع الكحل، كيجي خطير. شو البنات كيفاش كيجي، ما كيجيش طويل. بالنسبه للبنات اللي سولوني على شحال من مترو فيا، انا فيا مترو و75، طويله شويه، مترو 75 يعني 1.75 اللي فيا البنات. التحيه للقصارات والتحيه للطوالات، كلشي زين خايبه بلاش. شو البنات كيفاش جاني، قولوا لي الراي ديالكم، الله يحفظكم. انا كيهمني الراي ديالكم بزاف والله البنات. هذاك الغوص عجبني، حمقني، ولكن ما لقيتوش اختي اليوم في الطويل. وشوفوا لي الموديل الثاني اختي، ها انتم البنات، هذا سخيخن، هذا فن البنات، وسخون. وخديت لاطاي ديالي دابا، عرفتوا هذا البنات راه خديت غير الام، وانا كنلبس الاكس ال، خديت الام اللي خديت. شو البنات قولوا لي الراي ديالكم كيفاش جاني. يلا انتم الراي ديالكم كيهمني بزاف، قولوا لي رايكم في هذا كي جاكم. شو البنات انا باغا ناخذ مونطو، ولكن صراحه انا بغيت الغوز، حيت ما قلت لكم المره اللي فاتت انا الغوز ما عندي حتى شي مونطو في الغوز، حتى الاحمر عجبني. وهذا
الموديل هذا، وانا كنوريكم هكذا نتوما حتى نتوما تشوفوا الحاجه حتى كتلبس عاد كتبان. اي حاجه دابا حتى كتلبس سبحان الله عاد كتبان البنات. شوفوا لي هذا راه حمقني صراحه وسخون، وشوفوا لي هذا الموديل هذا بصراحه ما لقيتش الطي ديالي البنات. قولوا لي رايكم في هذا الموديل هذا، حتى هو زعما الصراحه زوين وكيجي طويل بحق. هذا ما تيجيش مع السورفيت، هذا تيجي مع شي حاجه يعني، ما تيجيش مع سبور، تيجي مع شي حاجه كلاس يا اختي. هذا في المارو البنات، شوف الشكل ديالو كيفاش كيجي، كيجي زوين. ما لقيتش الطي ديالي، لقيت بون انا تقريبا هذا جاني، هو خصني شويه ولكن احسن هادو هاد لي فيست هادو يعني الكوير تيبغيو تيكونوا شويه يعني لارج، فهمتوا؟ ما يكونوش لارج بزاف وما يكونوش هذا ثاني كاينه يكونوا مضيقين بزاف. يلا قولوا لي الراي ديالكم البنات. انا صراحه عندي هادو لي مونطو الكوير عندي اصلا وريتهم لكم انا كنبيعهم، ولكن هاد اللوين هذا هاد الماغو ما عنديش. هذا راه ماشي كحل البنات، ها انتم راه ماغو هذا. شوف الاخوات راه ماغو، كيبان الكحل في التصويره كيبان كحل ولكن لا راه ماغو. اول حاجه غندير لكم بها هما هاد البيجامات هادو. دخلت دابا البريمارك وضربت دوره، عرفت يا البنات لقيت بزاف ديال الجديد، ولكن منهم هاد البيجامه هادي راه كتحمق يا البنات. هادي راه ديال الموبرا، شوفي لي يا اختي الجديد ما تيخليش العقل. بيجامه البنات ديال الموبرا كتجي هي والسريوال، السريوال ديالها شوفوا لي السريوال ديالها واعر. انا كنشوفهم غير في تركيا هاد البيجامات. والبينوار ديالها انا غنوريكم البنات البينوار ديالها كيجي طويل حتى لتحت. ها انت اختي بيجامه ديال الموبرا البنات، بغيتكم كاملين تبارطاجيو هاد الفيديو هذا باش تجيو اختي تبرعوا بيجامات. كاين عاوتاني البلون كاسي البنات، شوفوا لي البلون كاسي حتاني. وكاين اختي البيجامه ديالها هانتوما البنات راه بداو كيطيروا السراول اختي، بداو كيطيروا ما بقاوش. ها هو اختي السروال ديالها شوفوا البنات هانتوما، هادي بلون كاسي. اللي بغات اختي شي بيجامه بلون كاسي عروسه ولا بغات تولد، ها انت اختي البيجامه هادي راه ديال الموبرا. شوفوا لي البنوار ديالها، عرفتوا ما كاينش اللي ما كيدخلش ويجي ليهم. ها انتم يا اختي الفوقاني لوؤو، وكاين اختي السروال دائما الجديد مع اختكم اسماء. والسروال يا البنات كيحمق كيحمق. ها انتم يا اختي بيجامات واعرين البنات، 16 اورو الفوقاني، والسروال دايرين ليه 16 اورو، والبنوار 22 اورو. ولكن اختي راه شي حاجه فنة. الماغو اللي وريتكم دابا لابسها المانكا هي هذه البنات، شوفوا الفوقاني. وكاين اختي هاد الفوق البنوار، وهذه كاينه اختي شوفوا لي هذه ليزات السيده واعره البنات. اسمحي لي اختي غير نوريها لك، شكرا. ها انتم البينوار ديالها بداو كيطيروا البنات والله ما بقاو. شوفوا البينوار ديالها من اللور كيفاش كيجي واعر في الباج، فنه فنه. خديتي هذه بصحه وراحه. ها هي اختي البيجامه، نوريها غير البيجامه ديالها. ها هما البنات شوفوا بداو كيطيروا السراول ما بقاوش اختي. شوفي ها انتم السروال ديالها والبينوار والفوقاني. لقيت البنات هذا الموديل هذا، ولكن هذاك اللي كنت لبست بارطاجيت معكم كما قلت لكم قبيله ما لقيتوش ما حاطينوش. لقيت هذا ولكن جاني قصير الاخوات. شوف عطوني الراي ديالكم حقا، انا ما تنبغيش شي حاجه اللي تكون قصيره، كنبغي شي حاجه اللي طويله. كما هذا المونطو هذا اللي لابسه انا دابا دودون صومونش كيكون طويل، هذا ب 48 اورو البنات، ديري ليه 48 اورو هذا الموديل هذا. وكاين هذا اللي وريتكم قبيله لابسه 45 اورو 45 اورو البنات، زوين هذا صراحه حمقني هذا. وعطوني الراي ديالكم كي جاني. كاين هذا الموديل هذا حتى هو 45 اورو، هذا ديري ليه 45 طويل. وكاين هذا هو جديد، هادو من الجديد، هادو 45 هذا 45 اورو البنات، كيجي هو طويل على هذا الشكل زوين صراحه. وكاين هذا الموديل بحق هذا الموديل ماشي هو اللي كنت بارطاجيت معكم لابسه، كاين هذا كاين جوج، كاينين فيهم جوج ديال الموديلات. كاين هذا هانتوما البنات صراحه ماشي كيف باش انتم تعرفوا. شوف الاخوات ماشي بحال كاين هذا الموديل هذا وكاين هذا، شوف راه ماشي بحال هذا. نقول لكم الثمن ديالو شحال داير، هذا الثمن ديالو داير ليه 34 شوف البنات. وهذا انا غادي نهزو الطاحليه، وهذا داير ليه 42. هانتوما باش تعرفوا راه ماشي بحال حتى لاكاليتي ماشي كيف البنات، لاكاليتي ديال هذا وهذا راه ماشي كيف باش تعرفوا. كاين هذا الموديل هذا حتى هو عجبني صراحه هذا الموديل هذا، حيت بريمارك دائما تيدخلوا الجديد البنات. هانتوما هذا الموديل هذا بحق ما لقيتش البخي ديالو، وكاين في هذا اللوين هذا 32 اورو، هذا داير ليه 32 اورو. عرفتوا البريمارك دابا عامر حيت جيت شويه معطله، صورت لكم في اليد وجيت هنا معطله شويه راه عامر. شوفوا لي هادو ب 12 اورو الاخوات، هاد الليكات هاد الليكون ديري ليهم 12. شوفوا البنات واعرين هادو، راه كاين في هاد الماغو وكاين في النواغ في الكحل، ديري ليهم الثمن ديالهم 12 اورو، ديري ليهم 12. وكاين هاد الموديل هذا هادو 30 اورو، هادو كاين في الاحمر في الغوش كاين في النواغ، وكاين البنات في الباج يعني فيهم ثلاثه ديال اللوينات، فيهم اربعه اللوينات. ها انتم الكري، وكنشوف هنايا في الكحل، ها انتم الكحل كيجيو قصار شويه، هادو كيجيو حتى للركبه. وكاين في الاحمر في الغوش، ها انتم الغوش، الغوش هو صراحه زوين البنات، الغوش كيحمق هاد اللوين هذا
لقيت هاد التريكوات هادو 17 اورو داير ليهم 17. هاد الموديل هذا كاين في الكري على هاد الشكل، وكاين اختي هاد الكحل هذا بحاله هو في الكحل، وكاين في البيج. هادو راه تيجيو حتى الركبة تلبسي معاهم سروال كيجيو زوينين في اللبسه. عرفتوا التريكوات هنا في البريمارك البنات راه واعرين. ها انتم كاين هذا الموديل هذا داير ليه 22، هذا داير ليه 20 اورو، هذا فيه الحجرات. هذا اول مره تلقاه هنايا في بريمارك، فيه هنايا لي بيرل وفيه هذا الحجر هذا، يعني الثمن ديالو داير ليه 22. وكاين هذا داير ليه 19 اورو 19. البنات اللي عندها شي عراضه شي حضور هكا ولا شي خرجه تلبس اختي هاد الكوستيم هذا راه زوينه البنات. شوفوا لي الثمن ديالو داير ليه 30 اورو، 30 اورو. وكاين اختي السراويل ديالو، السروال ديالو 18 اورو. عرفتوا البريمارك عامر مع دابا الفاكونس، عرفتوا البريمارك ما نعاودش لكم عامر. شفت اختي هاد لي صاك هادو شحال زوينين. هادو راه كنت بارطاجيت معكم واحد الموديل اخر، اليوم لقيتهم هادو جداد حاطينهم الكحل، وكاين اختي في هاد الباج هذا الثمن ديالو هذا 17 اورو. البنات ديري ليهم 17 اورو، كاين في الباج وكاين في الكحل. وكاين هاد السريولات هادو، هادو ديال 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 التشوب. انا اللي بانت ليا قدامي تنبارطاجيها معكم البنات، اللي بانت ليا مزيانه كنقول اللهم نصورها لكم وغنحط لكم الفيديو اختي بكري باش تشوفوا يا اختي، وما تنسيش ليا واحد اللايك واحد جام. عرفتوا البنات والله القسم يعني كتبخلوا عليا بلي جام، وانا يا اختي عرفتوا راه مناش وانا معكم في البريمارك، راه اول وحده دخلات اختي هنايا في اليوتيوب كتبارطاجي معكم اختي البريمارك والمجازات، ودابا يا اختي كتبخلوا عليا بلي لايك وبارطاج. راه تبارك الله ما شاء الله راه معكم دابا 6 سنين اختي، 6 سنين ديال العطاء وانا معكم يا البنات، 6 سنين والحمد لله. ان شاء الله نزيدوا القدام ونزيد نعطيكم كثر وكثر، علاش لا، حتى نتوما تستاهلوا. كاينين الناس اللي معايا تبارك الله ما شاء الله اللي مني بديت اليوتيوب حتى لدابا، يلاه كتبوا لي البنات اللي معايا مني بديت اليوتيوب حتى لدابا كتبوا لي في التعليق. كاين عاوتاني هاد لي فاست هادو 30 اورو البنات، ما عرفتش اختي علاش، ما عرفتش مالي فرحانه اختي اليوم. الله يفرحكم كاملين، الله يسهل عليكم مصعب، يا ربي تحفظكم وتحفظ وليداتكم وليدات المسلمين، والله يبعد علينا وعليكم شر الخلق. كاين اختي هاد الصبيبطات هادو ب 18 اورو البنات، داير ليهم 18 اورو. وكاينين هادو صراحه عجبوني هاد الموديل هذا، انا غنوريكم البنات الصبيبطات من الجهه الاخرى 18 اورو، هادو ب 18 اورو البنات، هادو تا هو اختي الجديد ديال بريمارك. البنات كاين هاد لي بوط هادو عرفتو راه فاش كيجيبوهم هنايا في البريمارك والله ما تيبقاو تيطيروا. هادو هاد الموديل هذا ها انتم يلا حطوهم هادو كيطيروا هنايا 26 اورو، ديري ليهم 26 اورو، الثمن ديالهم فريمون راه رخيص. وكاين اختي في الكحل، شوفوا لي البنات الكحل ديري ليهم 26 اورو، هذا في الكحل كيجي عالي وزوين بزاف. البنات اللي عجبوهم هادو فاش كنت صورتهم ليكم كنت مشيت للبريمارك ديال تشي البنات كانوا حاطينهم، وهنايا ديال كريتاي هما حاطينهم حتى هما. شوفوا ها انتم كاين هادو كيجيو السامبل الثمن ديالهم 14 اورو، وهادو تما ب 14، يعني اللي ما كتلبسش الطالون ما تقدرش على الطالون هادو راه زوينين البنات شتو. وهنايا كاين هاد لي بالغين هادو 16 اورو، هادو خفاف يا البنات بحال ما لابسين والو، عرفتو كونفورتابل في اللبسه. هادو كاين في الكحل وكاين اختي في هاد الباج هذا، وكاين هادو بالحجر هكا بلا زاستخاص ديري ليهم 18 اورو 18 اورو. انت اختي اللي بغات تبرع كاين اللي كتبغي الحجر بحال هكا بحال هادو، كاين اللي كتبغي غير سامبل، هادو راه غير سامبل البنات. هنايا غادي نضرب لكم دوره في فليبينوار، عرفتوا يا البنات جابوا بزاف الموديلات جداد منهم هذا الموديل هذا، هذا اول مره تلقاه البنات. وشوفوا لي الثمن ديالو ب 12 اورو يا الاخوات، دايري ليه 12 اورو. هذا شوفوا الثمن ديالو راه فريمون رخيص البنات. انا غادي نهزو دابا نقيسو معاكم، عجبني بيني وبينكم قولوا لي البنات انا عجبني هذا ياك، واخا جا شويه قصير بغيت انا شي موديل هكا قصير. وعجبني عندي انا الغوز واختنيت ديجا واخت الغوز، عجبني واحد هذا، لا انا نوريكم ها هو كاين واحد اخر في الغوز، هذا هذا عجبني البنات حتى هو، قولي لي الراي ديالكم فيه، حيت هذاك الاخر طويل وهذا كيجي قصير، انا عندي واحد طويل فهمتوا البنات. كاين هذا ب 12 اورو ديري ليه 12، الصراحه البينوارات راه رخاص هنايا في بريمارك في اكسيون، نقول لكم في البريمارك البنات راهم فريمون رخاص. هذا دائما تيجيبوه تيبقاش، هذا حتى هو داير ليه 12 اورو. وكاين هذا طويل هذا البنات ديري ليه 17 اورو، ديري ليه 17 اورو، كيجي طويل على هذا الشكل هذا بالجيوبه وبالحزام، راه فيهم كاملين الحزام شو الاخوات كلهم فيهم الحزام. شوفوا لي البيجامه هذه ديال الحرير يا اختي، بيجامه ديال الحرير واعره واعره البنات، كتجي حريريه والثمن ديالها 16 اورو 16 اورو الفوقاني. وكاين اختي السروال حتى هو 16 اورو البنات، ديري ليه 16 اورو. ها انتم شوفوا لي كيجي خطير واعر واعر. واحد الاخت قالت لي اسماء عافاك صور لنا لي سوتيان غورج، البنات لي سوتيان غورج راه عندهم بزاف ديال لي موديل هنايا في بريمارك،
اي موديل بغيتي تلقاي، كاينه اللي كتكون عامره فيها البونج وكاينه اللي كتكون خاويه. هانتوما بحال هادو راه عامرين بجوج، اللي هو الثمن ديالهم ديري ليهم 12 اورو، ديري ليهم 12. شوف البنات هادو كاين هكا بحال هادو ما فيهم 6 ميطه. انا نبارطاجي معكم هادو اللي عجبوني. شوفوا البنات هادو زوينين، هادو كاين ديال البونج وكاين ديال اللي ما فيهمش البونج. هادو الثمن ديالهم خصني غير نلقى الثمن، عرفتوا كنبغي نعرف الثمن ضروري، خص انا نبغي نعرف وانت نتوما تبغيو تعرفوا. 9 اورو هادو البنات ديري ليهم 9 اورو ياك. وكاين في هذا الموديل هذا في الكحل هادو تما نقول لكم شحال الثمن ديالهم، دير ليهم 12 اورو، دير ليهم 12. وكاين هكا في هذا اللوين هذا